دكتور محمد الفايد، سؤالي هو يعني عريض وشامل، فعرف لنا هذه الحساسية، سواء حساسية الطعام والحساسية الأخرى مثل العطور والغبار وغيرها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكما يعني هو الحساسية لا يمكن أن نتكلم عنها يعني في ظرف وجيز، ولا يمكن يعني هي تستلزم حلقات وحلقات، لأن لائحة المسببات للحساسية الآن أصبحت طويلة. هناك أشياء لا زالت مجهولة، وهناك حساسية إلى حد الآن لا يعلمها إلا قليل من الباحثين مثلا في الولايات المتحدة، ويعني ربما تظهر غريبة على الناس، ربما تظهر غريبة جدا على الناس. فنبدأ بالحساسية التقليدية، هي حساسية مثلا للغبار، حساسية لشعر الحيوانات مثل القطط والكلاب، والحساسية لهذا اللي كنسميه الغملة، هذه ديال الحيوط وهذاك الشيء اللي كيتكون من الرطوبة، هذه كاينة خصوص في المدن الساحلية والمدن اللي فيها رطوبة مرتفعة مثل الرباط مثلا، هادو عندهم هذه المشكلة. كاين حساسية ديال الدخان، ديال بعض الغازات كذلك المنبعث، الغاز المنبعث خصوص يعني غاز السيارات ولا غاز المعامل ولا حرق البلاستيك ولا حرق أي شيء، هذا يعني هذه الروائح كلها. ثم هناك كذلك بعض المبيدات التي تستعمل في المنازل، يعني هذه كاين الناس اللي عندهم مشكل كبير مع هذه، ربما بعض الأطفال كيتخنقوا اللي يمشيوا حتى المستعجلات. هناك حساسية للمكونات الغذائية كذلك، هناك يعني أغذية تحتوي على مسببات الحساسية تسمى مواد الألرجينية، وهناك حساسية يعني على حسب الشخص، يعني حساسية للبرد مثلا أو حساسية الموسم اللي كاين دابا، يعني في الموسم البارد كتكون عليا كتبدأ في الخريف، فصل الخريف وتبقى حتى الفصل الشتاء. ثم هناك حساسية للأزهار البولن، هناك حساسية كذلك، الحساسية الجديدة هي اللي قلت التي يعني ربما ستظهر غريبة، هي حساسية لهذوك يعني لي زوند الكترومغنيتيك، هذوك الذبذبات المغناطيسية، وهذه حساسية بحال بعض الأشخاص عندهم حساسية لهذاك التيار العالي، التذبذب هذا لهو التونسيون، وكاين اللي عنده حساسية حتى لي زوند هذو الذبذبات حتى ديال الحاسوب وديال الهاتف النقال، يعني هذو الآن اللي كنسميهم لي زاليرجي او زوند الكترومغنيتيك. هذا المرض كيتسمى هكا، يعني كاين دابا الان في الامريكيين وضعوا يعملوا واحد البحث كبير، وهاد الحساسيه لهاد الذبذبات هاد لي زوند حتى للراديياسيون، هذا يحدث واحد النقص في الفيتامين دي، وكنلاحظوا على ان الناس كيمشيو عند الطبيب ملي كيتخنقوا، ملي كيكونوا نيوفوميسيلو، ملي ما كينعسوش، ملي كيكون عنده الام، ملي كيحكوا كيخرج طفح ولا اشياء، ولكن ما كيمشيوش عند الطبيب على قبل الفيتامين دي لان ما كيحسوش بها. وهي الان الناس اللي عندهم واحد ضعف جسماني واللي عندهم مناعه منخفضه واللي عندهم هذه الاشياء هذه خاص يشوفوا الفيتامين دي، خصوصا على مستوى العظام اللي كتكون القوه ديال الجسم تنهار، خاصهم يديروا التحليله ديال مستوى الفيتامين دي. يعني ربما الناس غادي يتخلعوا شويه، لان جل الناس اللي غادي يعملوا التحليل غادي يلقاو مستوى ديال الفيتامين دي منخفض جدا. فيتامين دي هي ليست هي شاشات العظام فقط باش الناس يعرفوا، هي المناعه وهي التعرض للسكري، وهي هشاشه العظام طبعا، وهي كذلك هذه المراه لا تلد ولاده طبيعيه اذا كان مستوى فيتامين دي منخفض، لان هذه العضله ديال الرحم طبعا العضلات كلهم كيخدموا الكالسيوم، اللي كيكون فيتامين دي ناقص كيكون الميتابوليزم ديال الكالسيوم، يعني كل شيء كل الجسم يعني منهار، يعني ما كيوقعش واحد لهذاك التقلصات يعني ديال العضلات ما كتكونش على احسن ما يرام او ما تكونش كامله. نتكلموا اليوم كنظن نفرق نقسموا الموضوع، نتكلموا اليوم على مسببات الحساسيه التي تاتي من التغذيه باش الناس يفهموا مزيان، من الطعام كيلاحظوا على ان من بعض المرات كياكلون السمك، خصوصا كان السمك قديم مر عليه وقت، وكتجي واحد الحكه كنسميوها في المغرب تاورديت، عليا هي اسم امازيغي ولكن حتى بالعربيه كنقولوا هذا تورديت علي، لان اللي عدت تف الاول وفي الاخر هي كلمه امازيغيه. كيحكوا كيظهروا واحد البقعه حمراء، هذه الناس كيعرفوا هذه يعني هي الهيستامين، مكون الهيستامين اللي كيكون تكون، لان الهيستامين كيجي من واحد الحمض الامين الهيستيدين اللي كتزول ليه واحد هذا واحد لا فونكسيون، يعني واحد المجموعه ديال الكربوكسيليك كربون مع الاكسجين ديال الحمض، حيت هو حمض اميني كيتحيد ديك الخاصيه ديال الحمض كتبقى امين كيولي امين، ما اللي كنسميهم الامينات البيوجينيه، هادو لي زامين بيوجين فيهم الكادافرين بيتريشين استامين،
هادو كلهم مسببات لهذه الاشياء. هذه مثال باش يفهموا الناس معنى الحساسيه. كاين اشخاص ما كيحسوش بالحساسيه مباشره وما كيظهرش عليهم هذا الحكه، لكن لما كيتناولوا هذه الاغذيه هذه ما كيكونوش راضيين البال بعدا، ما كيكونوش راضيين البال. كيكون مثلا كان الفراوله ولا كان مثلا الفول السوداني كاوكا ولا كان اللوز والقرقع ولا كان الزنجنان ولا كرافس ولا بيض ولا مثلا هذا الكريفيت ولا حاجه، ما كيكونش عارف بان راه هذيك ما كيديرش واحد العلاقه بين الاشياء اللي كان الحساسيه. تقول لك تخنقت نفخت لي قرجوتي انا في الليل ما نعست فقط درت فعلت. هذه أشياء ديال الحساسية. معنى حساسية ماشي بالضرورة أنك تأكل شيء كثير. هذه اللي خص الناس يعرفوا. حساسية ممكن يكون أثر. أثر فعلا. طرس يعني أثر ديال هذاك المسبب للحساسية ويسبب الحساسية. فالناس اللي عندهم الحساسية للجلوتين مثلاً للقمح. ماشي بالضرورة حتى يأكل طرف ديال الخبز. حتى الأواني إذا كانوا حطوا فيها الخبز ولا عجنوا فيها هو أكل فيها تقع له هذه الحساسية. عجيب. خص ليطرس يعني الرائحة ديال ديك المادة ما خصوش يوصل لها. هذه خص الناس يعرفوا. يقول لك أنا غير واحد شوية ولا ربما غير ذوقة، يكون ضاق من واحد الطعام وهذاك الطعام فيه زنجلان ولا فيه أثر ديال الكروفيت ولا فيه بيض ولا حاجة ويسبب لي هذه الحساسية. فالحساسية التقليدية هي الحساسية للمواد اللي كاينة في المكسرات مثلا، اللي كاينة في اللوز والقرقع وهذا والكاوكاو، وكاينة حتى في الفستق البيستاش. هادو معروفين أن الناس اللي عندهم الحساسية لازم ما يقيسوش هاد المواد هذه. مع الأسف الشديد بعض المرات هاد المواد كيكونوا في مواد صناعية، كيكونوا في بسكويتات وحلويات فعلا. كيعرفش هذا ولا الكريم لا الكريمات ولا حتى الايس كريم هذه المثلجات. ففي امريكا مثلا مانعين على الصناع اثر اللوز في المصنعات في المنتوجات. واذا وجدوا اثر اللوز كاين مختبر كيحلل ديال الاف دي اي، اذا وجدوا اثر اللوز في المواد الغذائيه كيغلقوا المعمل. المعمل يغلق يعني عندهم قوانين صارمه. علاش؟ لان الحساسيه عندهم عامله فيهم واحد الشكل كبير. علاش؟ لان الشخص اللي كانت فيه الحساسيه ما كتكونش عندهم مردوديه، ما كيعطيش العمل ديالو كيولي ولا مثلا كيتسنى واحد الملف ما كيبتش فيه ولا ما كيشوفوش ولا ما يفتحوش لانه مريض، لانه عنده حساسيه، لانه هز معاه البخاخ، لانه وقعت له كريز، لان هذا هو المشكل اللي واقع. منها يمكن الشخص يعمل وعليه ما نقدروش ناخذوه، لان كيف ما كان الحال في الاسلام المريض لا يجري عليه العقاب. لكن مريض صافي ما يمكنش نحن ناخذ الشخص لان عنده عذر ديالو. هذه الحساسيه التقليديه فيها واحد اللائحه فيها البيض والحليب وفيها المكسرات اللوز والقرقع والكاوكاو والبيستاش هذو، وفيها الزنجلان سيزام. الزنجلان كذلك داخل في اللائحه ديال المسببات للحساسيه، وفيها الكرافس كذلك في اللائحه، فيها طماطم وفيها الكريفيت يعني قريد البحر هذا، ماشي غير الكريفيت عليه كاين نعم كاين منتوجات حتى الايربيان، كاين حتى الايربيان كيشكل البعض كاين الناس غير كيشموا داك الرائحه ديالو نعم هذه اللائحه تضاف اليها الان مع الاسف الشديد تضاف عليها جميع المنتوجات المغيره وراثيا. مع الإخوة الأطباء الله يجازيهم بخير خصهم يعرفوا هذا الخبر أن الحساسية هذه اللائحة التقليدية قدامت، هذه عفاء عنها الظهر. الأطباء اللي دارين لا الأليرجولوجي والأطباء اللي مختصين ولا حتى أطباء الطب العام خصهم يعرفوا بأن جميع المنتوجات المغيرة وراثيا هي تسبب حساسية. يعني بحال بعض الاشياء اللي مستورده، بعض الاشياء اللي فيها اثار، وحتى بعض الحساء ديال الاطفال الصغار اللي كيتباع في الصيدليات ربما يكون فيه اثر الرجينات جايه من التغير الوراثي. فهذه مهمه جدا لانه لنا للان تم اثباته علميا هو ان التغير الوراثي يسبب اول ما يسبب حساسيه. هذا ثابت علميا لا نقاش فيه ولا يجادل. للان العلوم زادت تبتاته على ان التحليله ديال الدم كتفسد. الناس اللي كيتناولوا الاشياء المغيره وراثيا كيوليو عندهم الايوزينوفينات طالعين. هذه تنبهوا لها الاطباء في امريكا كيلقاو في التحليله معنى الايوزينوفات طالعين. الايوزينوفات ملي كيطلعوا عليه ان الدم ان شيخوخه الدم ما خصش دوك الخلايا يتحولوا من الاريتروسيت الايزينوفيل البازوفيل، خص يبقاو واحد العدد قل من 200 ديال الايوزينوفيل. الا فات بزاف كيوليو هذوك الخلايا ملي كيوصلوا للطور ديال الايوزينوفيل ما كيبقاوش يؤديو الدور ديالهم. كنلاحظوا العياء عند الاطفال وكنلاحظوا كيترخاو وما كيبقاوش يحصلوا في الدراسه وكيلاحظوا الاخوان الاطباء يشوفوا التحليله ديال الدم غادي يلقاو جل الاطفال عندهم ليزيوزينوفيل طالعين.
في المغرب جل الاطفال ملي يشوفوا تحليل الدم ماشي يديروا كي والو يوزنوا في ناتج غادي يلقاوهم طالعين غادي يلقاوهم لان الاطفال كياكلوا منتوجات صناعيه بكثره وهذيك المنتوجات الصناعيه كيكون فيها تغيير الوراثي والتغيير الوراثي راه ماشي بعيد منا يعني له نحلاه في الموائد ديالنا وفي المطابخ ديالنا وفي الاسواق ديالنا التغيير الوراثي راه ماشي في امريكا وفرنسا التغيير الوراثي كاين في جميع الدول من العربيه السعوديه حتى المغرب الدول الافريقيه الدول الاسيويه يعني ليس هناك بلد ما فيش تغيير وراثي فخصنا يعرفوا الناس هذه القضيه فكاين الان بعض المنتوجات اللي دوليا ليست طبيعيه دوليا ليس ماشي المغرب يعني المغرب اللي كيشري الزيت الروميه من السوق الدوليه كيشري الزيت ديال الذره ولا ديال الصوجه الكولزا ولا حاجه عليه فالان الذره والصوجه اللي هما الانتاج العالمي الضخم ديال الزيوت كلها تقريبا في العالم هي 80 حتى 90% مستخرجه من هذ النوعين من الذره اما صوجة صويا فهادو مغير وراثيا دوليا ليس هناك ذره طبيعيه على وجه الارض الصوجة والذرة الآن مغيرة وراثيا خص الناس يعرفوها لأن حان الوقت وخصنا نعرفوها قبل ما يفوت الأوان ولذلك هذه الحساسية الناس خص يغيروا المنظور ديالهم وهذه الحلقة كنا نسجلوها عليهم قبل هذا احنا ما متأخرينش الحمد لله احنا جد متقدمون بالنسبه لبعض الدول اللي مازال ما كيتكلموش على هذه المسائل هذه المسائل فعليا باقي الدول الاوروبيه العام فايت كنت نتكلم على هذه الحساسيه اللي زوند الكترومغنيتيك بقاو كيشوفوا فيها وهي حساسيه الامريكيين يعني البحث دار في 2006 اللي عملوا البحث على ديال لا هوتونسيون داروا الواي فاي اشخاص اللي عندهم الواي فاي في المنزل عندهم الفيتامين دي ناقص صافي هذه ما هذه الامريكيين هذه الامريكيين صافي دابا يعني المسائل دابا يعني فخصوص ملي كيكون اثبات علمي ملي كيكون اثبات علمي صافي ما كيبقاش الواي فاي دابا الواي فاي في جميع البيوت تقريبا لهاد الساتيليت ولي ريزو المسائل يعني الاطفال الصغار والنساء حاملين وكيهضروا في البورطابل والنساء كيردعوا الطفل وكيهضروا في البورطابل والنساء حاطين البورطابل على راس الطفل وهو نائم يعني علينا ماشي ما يستعملوش يستعملوا ولكن يعرفوا يستعملوا هذه المسائل بحال في الليل الهواتف يتحيد لها الباتري البطاريه تحيد وتوضع واحد القنت بعيد علاش لان كيبقاو هذوك لي زوند كيجيو واخا الهاتف طافي كيبقاو كيجيو لان عنده ريسبسيون والهاتف عنده ريسبسيون ماشي ملي كيرن عاد راه جا هذاك لي زوند لي زوند كيجيو راه كاينين لا زون اللي فيها هو كاينين بحال اللي كيتمشاو ما خصهمش يهضروا في البورطابل هما تمشين الناس اللي في السياره ما خصهمش يهضروا في البورطابل حتى الصانع الان ديال الهاتف النقال الصانع كاتب في البروسبكتوس ما كيتحملش مسؤوليه ديال المشاكل اللي كتوقع للناس في السياره ولا في محطات الوقود ولا هما ماشيين ولا هما نايمين شنو الخطر اللي لان ملي كتكوني ماشيه كتكبر ديك القطر ديال ديك لا زون اللي فيها ملي كتكوني تحركي ملي كتكون الانسان مثلا نائم يعني مسند وكيهضر في البورطابل كيولي المخ ديالو كيولي يتعرض للديامتر كله اكبر مثلا ملي كيكون جالس ولا واقف ماشي مشكل ملي كيكون الونجي كيكون اكثر الاثر عنده اكثر فعلى الاقل الناس يعرفوا يستعملوا هذا لان دابا العصر يعني ديال التكنولوجيا استعمال جيد خصنا حتى الاطفال الصغار في المدرسه الابتدائيه نعلموهم هذه المسائل بحال الاطفال ما خصهمش البورطابل اقل من 12 سنه اليوم منعوا منعا كل الاطفال تقريبا كلهم عندهم البورطابل مع الاسف الشديد يعني والمشكل اللي كاين هو اننا المجتمع الاسلامي عموما ماشي غير المجتمع المغربي كيكونوا الاطفال عزاز ما كتقدرش تخسر له عزاز لاننا واخذين الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والمعامله ديال الطفل في الاسلام هي معامله قويه ماشي الغرب اللي غادي يعلمنا نتعاملوا مع الطفل ملي كينوضوا لنا كيقولوا لنا حقوق الطفل ماشي هما اللي غادي يعلموا حنا اللي نعلمهم الطفل أكيد. الاسلام عنده مسائل قويه للطفل يعني ليس هناك تربيه على وجه الارض ولا ايديولوجيه كتعطي اهميه للطفل كما كيعطيها الاسلام الاسلام يعني قوي ولذلك حنا كيكونوا عزاز علينا اولادنا وكنبغيو ديك التربيه ديالهم كنبغيوها تكون حسنه فبعض المرات كنخدعوا ليهم يعني كنردخوا ليهم كيولي الطفل اللي بغا كنديروا عليه يعني كنسميوه مصطلح بين مزدوجتين الفشوش اللي عندنا في المجتمع ديالنا عليين نستعملوا مصطلحات باش الناس يفهموا لان الغايه هي الخطاب يوصل للناس أكيد. فهذا المشكل اللي حصل الان ديال هذا النوع ديال الحساسيه الجديد ديال هذا لي زون ديال المكتر هو اللي غادي الان يضر بالاطفال على الخصوص وغادي يكون واحد المشكل عويص جدا وغيضر طبعا البشريه كامله الان التغيير الوراثي الان الحساسيه ما عارفينش الناس منين جايه من الحساسيه بعض الناس كيقول لك انا حيدت هذيك اللائحه وباقى عندي حساسيه كنقول لها خصك تحيد كل شيء ما يمكنش لا من المستحيل تحيد كل شيء نعم علاش لان ماشي غير الذره علي ماشي غير الطماطم ولا المكسرات ولا الحليب ولا البيض ولا حاجه انا ولاو جميع المنتوجات علاش لان اللي عندهم الحساسيه على الاقل انا كنقول اللي عدوا الحساسيه اللي صحيح ما كنهضرش معاه ولكن اللي عدوا الحساسيه لازم يتصنت النصيحه ولازم نصحوه ولازم يحبس جميع المواد الصناعيه لان ليس هناك ماده صناعيه ما فيهاش اثر الحساسيه علاش لان كاين لي زاليرجين كاين مكونات كتسموا الاليرجينات لما كان المنتوج طبيعي كنسميوه البلدي بالمصطلح المغربي
كانوا عندنا الإيمينات، كانوا المنتوجات ديالنا فيهم الإيمينات، لي زيمين هما اللي كيزيدوا في المناعه الجسم وكيحفظوا الجسم من 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 الامراض، منهم لي زونتي اوكسيدون لي فيتوستروجين. الان مع التغيير الوراثي ومع التقنيات الحديثه لي زيمين نقصوا وكاينين منتوجات فيهم صفر، وحال الذره والسوجا، وتزادوا لي زاليرجين، زادوا الاليرجينات. هذا معنى مكونات كتسمى الاليرجينات، لي زاليرجين مكونات تسبب الحساسيه، التركيز ديالها طلع. فالله سبحانه وتعالى يقول ان يدعون من دون الله اناثا ويدعون الى شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يغير فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. يعني هنا الخلق الله تغير، مبقاش العلماء زعما يدرقوا بشي حاجه، ليس هناك شيء الان العلماء يقدروا يدرقوا به ولا يبروا بشي حاجه، لا تغيير خلق الله، لقد تم تغيير خلق الله، هذه لا تناقش ولا جدال فيها. ولا يغيرون خلق الله يعني هنا ومن اشوف يعني هذه الايات جات بجوج متابعين وفيهم الشيطان مرتين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نعم. لان الان الخسران اللي كاين، كاين بعض الناس كيقول لك هذا التغيير الوراثي هو الحل لان كاين الارض ما غاداش تقد، ولكن الخسران اللي حصل الان هو اكثر من الصلاح. علاش؟ لان الا بقينا غادي هذه المنتوجات، الجسم الانسان اذا كان يحتاج مثلا 300 غرام ديال الماكله في اليوم، الناس الان كياكلوا تقريبا 2 كيلو حتى 3 كيلو في اليوم ولا يستفيدون منها. معنى هذا، معنى هذا إذا كنا ننتج منتوج لا يصلح لتغذية الإنسان بل يؤذينا، بل يؤذينا. نعم. يعني شوف كل شيء تغير، اللحم ليس لحم، الحليب ليس لحم، بيض ليس بيض، دجاج ليس دجاج، يعني قمح ليس قمح، ذرة ليس ذرة، خضر ليس خضر. فهذا التغيير الآن هو الآن اللي حاصل في المجتمع أكثر من سرطانات وأكثر من العقم عند النساء والرجال. فالآن المشكل ديال الحساسية هو مشكل الآن خانق وخطير، وجميع سياسات الدول العربية على الخصوص يجب أن تعيد نظرتها في هذا السوق اللي كتعامل معها وفي هذه المنتوجات اللي كتدخل البلدان، لأننا لا نصنع أدوية. فإذا حفظنا المرضى ديالنا والمجتمعات ديالنا غادي نكونوا ديك الميزانية ديالنا يعني حافظنا عليها على الأقل، عوض ما نضيعوا واحد الأموال هائلة في شراء الأدوية ولا تجدي أكيد. كيف يعني الطفل الآن، عن الأطفال الآن في الأقسام الابتدائية حاملين معهم البخاخ. نعم. الأطفال في الأقسام الابتدائية، الأطفال الآن في الأقسام الابتدائية وفي الكوليج يعني في الإعدادية وفي الثانوي وحتى في الكليات الآن كيبطلوا، يعني الآن ما كيمشوش المدرسة أسبوع وأسبوعين لأن تيتخنق، يمشي يديروا له أكسجين ويرجع هذه المسائل هذه. ولا كان عنده مرض آخر يتزاد مع الحساسية بحال الحلقم، فهذا الطفل ما غاديش يحصل تحسين جيد. نعم. وغادي نضيعوا واحد الشريحة مهمة للمجتمع معولة. نعم. إذا دكتور يعزلي أن أقاطعك، ولكن دائما نقول بأن المستمعين هم يعني سباقون للمشاركة في البرنامج، نحرر هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم؟ بوستا محمد من إقليم الناظور. أهلا بك سي بوستا من الناظور، تفضل. جزاكم الله خيرا، نكثر خيركم. بغيت نسأل على أعراض ديال الحساسية، واش يمكن واش تكون بعيده مثلا الى كلينا الحوت وفوقاش غادي تبان الاعراض ديال الحساسيه، واش تبان على 24 ساعه وكاين اكثر او اقل. السؤال الثاني، واش الاعراض نقول متباعده على بعض ديالها، مثلا نهار كلينا الحوت ومن بعد واحد يوم ولا جوج ايام مثلا كلينا اللحم، واش الاعراض كتبان على مده زمنيه كيف كيف 24 ساعه 24 ساعه او اكثر أو مختلفة على أو المدة تكون مختلفة على الأخرى. نعم مفهوم. نعم جيد. إذا شكرا سي بوستة من الناظور. الله خير. مدينة الناظور، ومدينة الناظور هي من المدن، مدينة الناظور وطنجة وتطوان، هذه المدن فيها حساسية بكثرة مع الأسف الشديد. الناظور أكثر من طنجة لأن بحكم هذه المنطقة، بحكم المنتوجات الآن الإسبانية اللي كتدخل من مليلة والمنتوجات اللي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس كما قلت أولاد كيحبوا أولادهم وذاك الشيء ما كيقدروش يخسروا لهم، وذاك الشيء تيوليو الأطفال الآن في مشكل كبير. ثم علي منطقة الناظور ليس فيها أي خطر بالنسبة حتى على الصناعة ولا شيء، ليس فيها، ولكن الخطر الوحيد اللي عندهم هو هذه المنتوجات إما الصناعية المستوردة أو المهربة، المهربة على الخصوص. فهذه المنتوجات وحتى طرق الأكل، وما في الناظور تستهلكوا السمك بعد جيد لماذا؟ غير باش نجاوب هذا هذا الأستاذ ديالنا سي بوستا، هو ماشي كل السمك يسبب الحساسية. انا تكلمت على السمك اللي كيقدم اللي كتكون فيه الهيستامين كيتحلل عاد كيطيبوه الناس ولا كياكلوه مثلا في
عليا في بعض المقاهي ولا اشياء اللي ما كيكونوش عارفينه. هذا اما كيظهر الطفح مباشره يعني 3 حتى 5 ساعات كيبدا يحك. كي على حسب التركيز كي اللي ما كيبدا فيه هذاك الحكه ما كتخرجش حتى اليوم الثاني حتى تخرج هذا الحكه هذه. عموما الناس اللي عندهم حساسيه اللي الطبيب يعني هذا الشخص اللي عارف راسه راه عنده حساسيه اللي داير التشخيص وعارف عنده حساسيه من الاحسن ما ياكلش هذه منتوجات البحر ومن الاحسن الان يزول اللحوم يعني تزادت اللائحه يعني الاخوان الاطباء خصهم يضيفوا هذه المعلومه هذه علاش لان اللحوم الان لا دواجن ولا حيوانات كلها الان اصبحت يعني تسمن بالتعليف بالعلف المركز الصناعي العلف الصناعي المركز والعلف الصناعي المركز خصوص الاطفال الصغار لان ربما يكون بعض المضادات ربما يكونوا مضادات زانتيبيوتيك ربما يكونوا هرمونات ربما يكونوا مضافات اخرى لان الين باش ما يتغملش هذاك العلف ربما يزيدوا فيه بعض الاشياء اللي كتحبس هذيك الغمله بحال بنزوات بحال سوربات بحال الاشياء هذو لي زانتيفونجيك يقدروا هذه المسائل تكون في هذيك الاعلاف والاعلاف كتكون فيها الذره يعني الذره مستورده فمن الأحسن الناس اللي مشخص عندهم الحساسية والربو من الأحسن ما يأكلوش هذه المنتوجات أنا أظن يكون أحسن إلا لقاو شي دجاج بلدي ولا لقاو مثلا شي عنز لأن العنز ما كيعلفوش الناس ولا أشياء هذه ممكن يتفادوا ولكن ممكن الناس يعيشوا بدون لحوم ليس هناك أي مشكل لأن الصحة الشخصية المهمة واللحم ماشي ضروري في التغذية باش ما يبقاوش الناس ليس ضروري لان كاين اللي كيمشي ضيف عند واحد الشخص كيعمل ليه واحد النوع ديال اللحم ولا حاجه ولا واحد النوع ديال الطبخ في شكله هو عنده حساسيه فكيجي مريض كيجي مريض مضطر لان بحكم اداب الضيافه ولكن كيجي مريض ولا كيكون كيدي معاه اطفال ديالو ماشي ضيف كتكون المراه مشات عند اختها ودات ولادها معاها ولا مشات عند خالتها ولا عند عمها ولا عند حتى عند بها ودات معاها الاطفال الصغار كياكلوا شي حاجه تما ملي كيرجعوا يعني كيديروا حساسيه ولا كيديروا تسمم على التسمم ما كيفهموش هذا المشكل نعم ما كيفهموش كاينين مثلا الناس ديال المدينه اللي كيديو ولادهم للباديه بمجرد ما كيوصل الطفل للباديه كيشم الغبار اللي كيشم الغبار كيخرجوا فيه واحد النبايل كيبقى يحك وكينبل ليه هذاك الجلد ديالو ما كيتخلعوا لان الدري ما كيبقاش ينعس في الليل وكيبقى يحك وهذاك الشيء خاص غير تقطع عليه اللحوم والحليب وتعطيه ما يشرب بكثره وتعطيه النبات فقط وتخليه في الباديه ما تجيبوش للمدينه لان الخطا اللي كيديروا العيالات هما تيخطفوا ولادهم يجيبوهم للمدينه يعني كيبقاو يديروا لهم شويه ديال الايوزين يعني باش ما يخمش هذيك المسائل لا باس واخا يديروا الايوزين لا باس ماشي مشكل ولكن يحاولوا ما امكن يخليوا الطفل تم في الباديه حتى يفوتوا دوك الحبوب لان هذه على كيقول لها سنسيبيليزاسيون ما كيديروها الاطباء كيديروها في هذه القضيه هذه ديال ليمونيزاسيون من الاحسن يبقى تم حتى يفوتوه هادو علاش لان الا خطفوه جابوه للمدينه فين ما رجع للباديه غادي يخرج فيه داكشي اكيد يعني غادي يبقى يخرج فيه علاش انا غادي نجي للمدينه غادي يعطيو ادويه غادي يمشيو لك نرجع للبديه غادي علاش لان هذاك لو سيستيم هذا اللي كيخرج اللي كيظهر به هذه الحساسيه هو مازال عند الطفل خاصو يموت خاصو يبقى الطفل تم حتى يبرع في الباديه ما يبقاوش فيه دوك الحبوب ويجي يعطيوه غير الماء يشرب بزاف بكثره نعم يعطيوه ما بكثره ويقطعوا عليه اللحم والحليب تم في الباديه يعطيوه فواكه يعطيوه خضار يعطيوه الماء يشرب بكثره ويخليوه يلعب ماشي مشكل الا بغى كاع يغسل ما كاينش مشكل الا غسل ويديروا ليه شويه الايوزين لهذوك الحبوب باش ما يتخمجوش ما نظنش يكون عنده مشكل غادي يحط شويه يطلع له الحراره لان الحساسيه هي كتزيد في دقات القلب كيلاحظوا الناس هذيك التورديت ملي كتكون عندهم الحساسيه ديال هذا كتزيد دقات القلب كيزيدوا كيوليو دقات قويين وكيزيد العدد ديال دقات القلب اي حاجه كالوها الناس وزادت لهم في دقات القلب فهي مسببه للحساسيه هذه بعض الاعراض اللي غادي يعرفها الشخص قبل ما يمشي على الطبيب ملي كيحس براسو كنسميوه احنا مزير كيتزير عليه كيحس بمزير المعده ديالو مزيره وراسو مزير وكذا الى اخره ماشي مرتاح يكون عنده حرج هذه حساسيه نوع من الحساسيه ملي كياكل شي حاجه وكيتزادوا دقات القلب كاين جوج اللي كيزيدوا في دقات القلب كاين السمينات لي توكسين اما كيكونوا تسمم خصوصا الاطفال الصغار ملي كياكلوا شي حاجه ديال ستافيلوكوك ولا ديال الباسيلوس ولا ديال كلوستريديوم بيرفيرنجنس هذوك لي ديبري هذوك لي باروا ديال الخلايا ديال البكتيريا فيهم هما اللي كيسبوا هاد التسممات التوكسيسيتي هاد لي توكسين كاين لي زانتيروتوكسين وكاين تالي لا تيرمونيكلياز ديال ستافيلوكوك هاد التوكسينات هادو كيزيدوا في دقات القلب يعني هاد حاله التسمم وكذلك الاليرجينات حتى هما كيزيدوا ربما حتى هذاك الاطفال ملي كيخرج فيهم هاد النبايل هاد النبايل والحكه في الجلد كتزاد الحراره ديالهم شويه ولكن ما يتخلعوش الا عليا الطبيب دائما خصهم يشوفوا طبيب لان ما يبقاش حنا سميتو ولو في الباديه راه كاين اطباء غير يحاولوا ما امكن ما يكونش جوج الامراض ولا ثلاثه ويتخفى واحد المرض اللي خطير بحال مثلا الطفل في الباديه يكون داير تسمم غذائي والناس لاتين مع الحساسيه لان يعني بعض المرات كيجمعوا جوج الامراض ولا ثلاثه للناس كيبقاو غير مع واحد المرض ولكن كينساو جوج اخرين ربما تكون عنده هيباتيت ا
يعني يعني الدري كيكون مطحون يعني مدقدق يعني كتكون عنده يعني باتيت ا ما كيديوهاش الولد ما كيديوش في لي باتيت ا كيديوها غير راه عنده الحلاقم راه عنده هذه راه طلعت له السخانه راه خص هنا فين كاين المشكل وكاين حتى عند الطبيب يعني البيدياتر هذا طبيب الاطفال بعض المرات كيكون الطفل عنده لي باتيت ا وعنده الحلاقم في نفس الوقت طالع له الحراره الطبيب كيمشي مع الحراره وكيمشي مع الحلاقم طبعا لان هما اللي باينين يعني اعراض باينه فكما التحليل الهيباتيت ا كيكون عند عرض كيعرفها الطبيب كيعرفها من العينين من المسائل كيف حصل الجسم ديالو ولكن بعض المرات ما كتعرف الا بتحليله يعني كيحلو عليا الهيباتيت ا غير مناعه الطفل اللي ارتاح مزيان وكل مزيان الهيباتيت ا ما عندهاش مشكل يعني هذا الالتهاب الكبد ا عند الاطفال كيكون ولكن الاطفال بوسفير ديالهم كان معروف من قديم الزمان الهيباتيت ا ملي كتجي للكبار هي اللي مشكل صعيبه ملي كتجي للصغار كتولي بحال لقاح بحال فاكسان يعني هذاك الطفل كتولي عنده مناعه ملي كتمشي كتبقى لا طونس يعني هذيك الحاله كيكون نائم ولكن ما كيكونش عنده مشكل فهنا هاد المسببات للحساسية كاين الآن ناس عندهم أطفال في الحساسية وعندهم حيوانات في المنزل نعم اللي عنده الحساسية ممنوع حيوان في المنزل لا قط ولا كلب هذاك الشعر ديال الحيوانات غادي نخصوا حلقة خاصة بالحيوانات نعم. إن شاء الله إن شاء الله خلي حتى نتكلموا عليها بالتفصيل معنى الفرق ما بين الكلب والقط ولماذا هذا الشعر ديال القط والكلب لماذا ماشي غير الحساسية كيسبب فيه حتى ديكيست كيسبب حتى فيه مشكل ديال بعد التكيسات فنخليوا هذه الحيوانات إن شاء الله تنخصوا لهم حلقة ولكن على الأقل يعني كنصيحة للناس فالأشخاص اللي عندهم أطفال ولا اللي هما فيهم الحساسية ممنوع الحيوانات في المنزل أكيد. لان ربما واحد الشعر ديال الشعره ديال القط ولا حاجه كتبقى في المطبخ ولا كتمشي لهذا كتدخل ليه النيفو كتدخل له ولا ياكلها تدخل له النيفو ولا تتسقط على الاكل ما كيشوفهاش غاديش نشوف الشعره ديال القط فهنا من الاحسن ما يكونوش هاد الحيوانات وملي الناس تكون زياره المراه تكون عندها الولد فيه حساسيه مزمنه وعارفه ولدها فيه الحساسيه لهاد الحيوانات ولا الغبار وتمشي ضيفه عند معزومه عند شي حد تشوف الا كان هذاك السيد عنده قطه ولا كلب على الاقل تقولها ليه على الاقل تقول له دير عندي الولد عنده حساسيه يبعدنا لا هذه المسائل خصنا نتنبهوا لها لان الناس ما كيتنبهوش لها بحال مرات السيد كيمشي في زياره معروض عنده واحد وكيجيب ولادو مرض يجيب الدري مخنوق ولا كيهزوه من تم من الضيافه من الناس اللي عندهم كيهزوه للمستشفى ولا كيتصلوا بالطبيب فمن الاحسن الناس يردوا بعد ماشي عيب الانسان ملي غادي يوقع حاد حاله حاده اختناق ولا اشياء ولا حكه ولا هذيك راه طبعا خصو يمشي خصو يمشي اقرب وقت في اقرب وقت علاش انا كاين عندنا هذيك لوديم ديوين مع المرات كياكل الشخص شي حاجه اللي كتنفخ ليه الحلقوم ديالو وكيموت في البلاصه كيموت لان بحال الحالات ديال البينيسيلين علاش البينيسيلين كانوا تيدقوها للناس اول ما كان ياخذ الحقنه ديال البينيسيلين كان تاخذها في المستشفى تحت المراقبه طبعا كيبقى عندهم تم ساعه عاد يقولوا له سير وكيكونوا مجدين الادرينالين ولا الكورتيكويد كيكونوا مجدين المسائل باش يدخلوا يعني التدخل السريع فاللي يعني لهاد الوهن الناس ماتوا بالبينيسيلين الناس كثار ماتوا بالبينيسيلين لان غير كيحقنه كطلع له اللي هادي تتخنق كتنفخ له هاد الحلقوم ديالو ما كيبقاش يتنفس صافي كيموت لهاد لوديم ديوي ماشي غير البينيسيلين اللي كتعملها كاين حتى بعض انواع العسل عندنا في المغرب اللي كيديروا هاد المشكل هذا وكاين بعض الاعشاب بحال لوفوربيا بحال الدغموس دغموس ديال الجبل يحدث هاد الحساسيه هادي كاين اللي كيتنفخوا له الشنايف ديالو كاين اللي كيتنفخ ليه وجهه كله كاين اللي كيتنفخ هو كله كاين اللي كيتنفخوا له الاعضاء كاين اللي كيتنفخوا له الاعضاء النفخ ديال الاعضاء خطير لان خاصو يمشي للمستشفى ويدير كورتيكوثيرابي بوندون اون سيمين ماشي اللعب لان كيتنفخ الكبده وكيتنفخ الرحم كيتنفخ المبيض كيتنفخ لارات كيتنفخ البنكرياس الداخل كيتنفخوا الاعراض وهي حالات قليله ونادره ولكن الاطباء وقعت هذه القضيه كاينين اطباء في فاس وفي الدار البيضاء يعني نيت اخبروني على ان هذه القضيه دي وقعت يعني جابوا لهم اشخاص اللي منفخين لهم الاعضاء فعلى الاقل اولى الحشرات اللسعة ديال الحشره الحشره هي مسببه علي هذه البعوض بحال شنيولا ولا مثلا حتى النحل ولا داك بورزان داك البورزان يعني لي جيب يعني هاد الحشرات اللي كيلسوا والارتيله والبصيحه هذوك الغاريني هذو الحشره نعم لان كيتنفخ كله الطفل كيتنفخ كله الى تلسع بعض الحشرات هادو خصهم واحد المده ديال 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 الكورتيكويدات اللي ضروريه للطفل والا غادي يدير واحد الحاله ديال ازمه يعني كبيره وخصو يمشي للمستشفى لان كيتحقن يعني هذا هذه لا باس الى يعني في وقعت هذه الحاله هذه وخذ شويه ديال الكورتيكويد يعني لا باس ولكن باش يبقى ياخذ مثلا كورتيكويد طول حياته ولا ياخذ فونتولينا طول حياته لا هذاك البخاخ حامله معاه لا ملي كيوقع له المشكل والطبيب يعطيه الحل نعم ولكن خصو يحاول يعرف عليه الطبيب كيدير بعض المرات بعد يعني بعد التحليل على الذراع كيحقن للشخص واحد 30 ولا 40 ماده يشوفوا بعد الحساسيه باش يشوف هي اللي غتنفخ فعلا
هذيك غير اوساخ كيحقنها لي وكيشوف هنايا اللي عطات النتيجه والا التحليله ديال المختبر ديال الاي جي جي الاي جي جي ملي كتكون طالعه يعني 400 و600 يدل على يعني هذيك يدل على ان هناك حساسيه فمن الاحسن الشخص بعدا يعرف عنده حساسيه الى عرف الماده اللي كتسبب الحساسيه يكون احسن اللي ما كيكونوش عارفين هو واخا هذيك الماده كي ما سباتش لي الحساسيه ملي دار التحليله ملي دار هذاك لو تيست واخا ما سباتش لي الحساسيه ممكن تسبب الحساسيه من بعد يعني هذيك المسائل هذيك ماشي مطلقه ملي كيقول له الطبيب مثلا عندك واحد 24 لائحه ديال 24 عندك الهادي والهادي حي ازول ولكن هذا لا يعني على ان الاشياء اخرى ما غاداش تسبب له الحساسيه فهو ما خصوش ياخذ ديك اللائحه مطلقه لمده 5 سنوات و10 سنوات النساء مثلا كيستعملوا واحد الطيب وكيستعملوا كريمات وكيستعملوا يعني اشياء للتزيين والتجميل خصوص صبغات الشعر هذه كلها مسببه للحساسيه المهم يعرفوا بعدا يعرفوها ما غنقولوش ليهم ما تصبغوش شعرهم هذاك شانهم ولكن غير يعرفوا وحتى هادو النساء اللي عندهم هاد الصالونات النساء اللي عندهم هاد الصالونات غتكون جلهم الا ما كان 90% 100% غتكون 90% ديال هاد النساء عندهم حساسيه ديما نيوفهم مخنوقين سينوزيت ديما عندهم مشكل ديال لارانكس عندهم المشكل هذا من جهه ملي كتكون الحساسيه لفتره طويله هذه عندنا في المغرب بكثره ملي كتولي الحساسيه لفتره طويله كتمشي المناعه المحليه اللي كنسميوها ليمينيتي لوكال الفرانكس ولا رانكس هنا في القرجوطه وكيوليو الجيوب عمره كيوليو الناس مع الصباح كيخويو هذاك الشيء كيلوحوه تما المناعه المحليه مشات هادو غالبا الناس اللي ما عندهم ما يديروا الغالب عندهم كورتيكوثيرابي ما عندهم ما يديروا اللي كيكونوا خادوها لواحد المده طويله كيولي غير يحل الجاج ديال السياره ولا غير يحل النافذه ولا غير يفيق مع الصباح يخرج من تحت الفراش ولا غير يدخل الحمام ولا صافي كيبدا يعني كيتخنق هذه مع المده ملي كيولي 5 و6 سنوات كتمشي المناعه المحليه وهذه الحالات ممكن يرجعوا للاصل ديالهم ممكن يرجعوا الى المناعه ديالهم عاود طلعت دكتور الا سمحتي غنحر واحد المكالمه لان ايمان مزاحم تشير لي بان هناك مكالمه من خارج الوطن نحررها الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الاسم الكريم كدير أخت لطيفة الله يبارك فيك الاسم الكريم معك سعدية من فرنسا أهلا سعدية فرنسا أنت من باريس ولا من ضواحي باريس من الضواحي المنطقة اللي نعم الجهة الغربية الشمالية ديال باريس شنو الاسم المدينة اللي أنت فيها فينابلا جارين نعم فينابلا جارين نعم باش كتمتاز هذه المنطقه والسياحيه واش يعني هي قريه صغيره ولا مدينه صغيره هي مدينه من مدن جهه 92 يعني جهه جهه الجبل تنقسم الى جهات وهذه مدينه من مدن الجهات نعم. هي تقريبا صناعيه يعني قريبه جدا من باريس من باريس نعم عندكم شي برد ياك نعم دابا كيبرد ولكن واحد البرد كاين هما راهم قلقين لان الثلج منزلش عندهم منزلش عندهم نعم السنه ديالهم نعم. ولكن البرد راه شويه كاين الحمد لله الحمد لله اذا السعديه تفضلي ومرحبا بك معنا في مشاركتك في البرنامج وشكرا لك على هذا الاطلاله وحنا كنرحبوا بكل المهاجرين ديالنا اللي كاينين خارج الوطن وكنبلغ لهم تحياتي وتحيه الطاقم وتحيه الدكتور محمد الفايد تفضلي الدكتور معك طرحي السؤال ديالك شكرا اخت لطيفه شكرا جزيلا وشكرا كذلك لسعاده الدكتور محمد الفايد وشكرا كذلك لطاقم الخفاء اللي كيخدم على هذا البرنامج اللي كان جا في واحد الوقت مناسب الانسان عايش في حرب مع عدو مجهول عدو يعني في الاكل في الشرب في النوم في كل مكان على اي دين باش ما نطيبش عليكم لا مرحبا كثره الحساسيه كثيره انا عانيت وحده عانيت من 3 أنواع من الغبار اللي خلاتني ناخذ ديكورتيكويد لمده سنوات ولكن وقفت وقلت الى متى بغاو يزيدوا العام الرابع الى متى ودكتوره ورغم ان الطبيب ما عجبوش الحال على ايين وقفت وبديت كناخذ ما هو طبيعي ما هو طبيعي ولكن الحمد لله بمساعده الدكتور سيد وبالنظام اللي تبعته ديال الحوايج كلها كتحارب الحساسيات من اكل ديك الحبوب الى غير ذلك انني تجاوزتها والحمد لله انا في احسن حاله مما كنت سابقا اللي عندي وهو عندي كاينين هنا الناس هنا في فرنسا بخصوص كيشكيو من حساسيه في المواد الغذائيه يعني في ان اخت يعني تقشر الجزر يعني ينتفخوا لها الصبعان تبقى تحك
ويمكن ما يعني يمنع يمكن طبخ يمكن يكون طبخ تاكله ولكن تقشره ما تقدرش. يمكن لا تاكل التفاح يعني كثير من انواع الديسير ما تقدرش تاكلها. اخرى يعني منع عليها انواع الحبوب كامله يعني يمكن لها تاكل الذره فقط وخاص الذره ما تكونش مطحونه في شي مكان يمكن يكون فيه اثر ديال انواع القمح. اخرى تعاني من حساسيه ديال لحم الغنم يعني مش تحتك لحم الغنم يعني العيد يعني ما تكونش تعيد في الناس يعني تتوقع عليها التهاب داخلي الحبوب فيها ماء يعني خاصها تاخذ واحد المجموعه كبيره من 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 الكورتيكويدات. في المغرب عندي واحد الاخ ديالي كيعاني حساسيه في البرد فات واشتغل داخل واحد الثلاجه يعني كان تكنيسي ودخل باش يريباري واحد الثلاجه من بعد من وراها جاتو غيبوبه وطاح في نفس المكان. بقى من وراها كل ما يعني كل واحد الوقت يعني يمكن ياخذ برد او لا غير يكون كورون دار ولا شي حاجه ولا غير السياره الا كان خدام ذاك الشوفاج يخرج يعني ياخذ برد. والاصعب من ذلك انه كتجي سخانه يعني خطيره جدا خاصو يبقاو يدلو الحوايج كل ساعه وخاصو ياخذ يبقى في التريتمون حتى 15 يوم يعني واحد نعنع عينينا يعني نشوفوا كيفاش نعالجوا هذا المشكل. وسمحوا لي اذا اطلت عليكم ولكم جزيل الشكر وكان كنفتخروا احنا المغاربه انا كنفتخروا بهذا البرنامج اللي اداه جديده على العالم اللي كي يشد بيد الناس باش يعرفوا شكون هو هذا العدو اللي كيحاربهم بكل عارف. شكرا لكم بارك الله فيكم بارك الله. نعم شكرا لك الاخت ساديه من فرنسا شكرا لك بارك الله. نعم الحمد لله الحمد لله ان هذه الاسئله هذه بعدا كترد البرنامج الطريق ديالو وفي نفس الوقت كتنبهنا لبعض الاشياء التي تغيب عنا طبعا ماشي تغيب لان كثرت المعلومات حول الحساسيه. احنا واخا نتكلموا في اربعه الحلقات لا يمكن ان نحصرها لان الا تبعنا هذا النوع الحساسيه هذا نوع الحساسيه ثابت ان في المغرب ماشي في فرنسا في المغرب النساء كيقشروا الطماطم كيدموع ديالهم كيدوزوا نيوفهم كيدوزوا وجههم كيحمروا وحتى بين الصبعان ديالهم كيبداو يحكوا. كاين دابا معلمات معلمات كيقريو كيكتبوا بالطباشير كيجيو مخنوقين من القسم ما عارفينش عندهم حساسيه للطباشير ما خصهمش يشموا رائحه الطباشير. هاد النساء معلمات على الخصوص نفس الحساسيه اللي عند المعلمات بالنسبه للكزيما ديال اليدين هي عند لي فام دو ميناج هي عند هذوك النساء اللي كينظفوا. علاش؟ لان ماء جافيل يحدث هذيك الكزيما ديال اليدين. ماء جافيل كيستعملوه الصناع ديال الطباشير باش يبيضوا الطباشير كيبقى الاثر ديال الكرومات ديال البيكرومات في في في, في الطباشير. ونفس المعلمات كي هذاك الطباشير كيحصل لهم بين صبعانهم الطباشير كيتجمع بين صبعان وكيحدث لهم واحد الكزيما. هذه ما كينتبهوش لان كنقول الناس خصهم ينتبهوا الاشياء اللي اللي غير طبيعيه. فالان اما يشريوا المعلمات اما يشريوا هذاك الطباشير اللي ما فيهش غبار اما يكتبوا بالماركور ولا حاجه هكا ولا يديروا سبوره اخرى يعني بخصوص المدارس الحره الان تقريبا ولاو عندهم هذا ما بقاش عندهم طبشور. هذا من جهه. كاين الخضار مثلا النساء كاين ثلاثه الانواع الحساسيه وقيل اربعه انواع الحساسيه للخضر. كاين اللي عنده حساسيه للخضر اللي بعد الخضر بحال الطماطم الطماطم والكرفس والزنجلان هادو كيديروا الحساسيه. هادو عندهم حساسيه ديال الالرجينات ديال الطماطم تحدث لهم حساسيه. كاين اللي عنده حساسيه للمبيدات ديال هاد الخضر. هي هاد السيده الاخت هادي سعديه جزا الله خيرا هاد السيده اللي كتقشر خيزو هي قالت بان ممكن تاكلو ولكن كان طيب الجزر ليس فيه الالرجينات ولا اللفت. معنى ان الجزر ما فيش الالرجينات لهاد السيده ولكن المبيدات اللي هو الجزر هذوك المبيدات هي اللي تسبب الحساسيه. ولذلك هي هاد السيده هذه خاصها غير ملي هذاك الجزر خاصها ديرو بعدا فواحد البان ديال الماء وخاصها دير الليغات ودير حتى الماسك على نيفها تحاول ما امكن الا سبحان الله الله غالب الا بغات تقطعوا الوليداته ولا شي حاجه. الا ما كانش غير ما تقشروش فقط ولا عندهم في فرنسا واحد العلاب ديال الجزر طيب علاب مصبر هو غالي شويه ولكن ممكن تقضي به لان كيديروه غير في الماء ما كيديروهش في شي حاجه اخرى يعني كاين جلبانه كاين هذا الجزر كاين حتى الحمص طيب في 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 هذا في لي كانيت. هذا النوع ديال الحساسيه المبيدات وكنلاحظوا نحاولوا ما امكن نعطيو معلومات للناس كنلاحظوا النساء كذلك كتوقع عليهم هذه الحساسيه ملي كيقطعوا الكرفس والمعدنوس والقزبر ملي كيقطعوهم كيبغيو يقطعوهم رقاق باش يديروهم في الحريره ولا حاجه. دابا عليا دابا ولاو الطحانات مابقاوش الناس كيقطعوا بهذيك لا بلونش يعني بهذيك الطرف العود ولكن هادو كي 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 هذوك المبيدات. علاش؟ لان الكرافس والمعدنوس كيكون عندهم مبيدات كتكون لاصقه على الاوراق ديالهم
فهذيك المراه وتلاحظ الا مشات حتى حكت نيفه ولا عينه كيبدا نيفه يسيل ولا عينه كتحمر. علاش؟ لان هذوك المبيدات الخصاص اللي بتاكلور ديال درين هذو المبيدات هذو الكربوفيران والكلوريد هذا عليا ما شاء الله. هذا البرومير دو ميتيل امريكا منعت البرومير دو ميتيل في 1990 ممنوع 99 ما كانش برومير دو ميتيل في امريكا سمحوا به 10 سنوات باش يكون في الدول الاخرى. البرومير دو ميتيل الان باقي الفلاح كيديروه في التربه قبل ما يزرعوا ولا حاجه. الكربامات هذه الكربوفيران اللي كيدار البنان والموز والطماطم هو نفسه اللي كيدار الطماطم ولا حتى الفريز كاين مبيدات اللي كيعملوها البطاطس خمس نعم هذه المبيدات مثلا اللي كيديروا المبيدات في التربه وكتكون الخضره نابته في التربه بحال الجزر كتجيب معها المبيدات لاصقين عليها في التراب ديالها كتجيب المبيدات. ما كاينش شي واحد يقول لك لا راه كاينين المبيدات يعني بدون تحليل بحال العاد الاطوار ديال النبات كاين اللي كيدير واحد خمسه ديال العلاجات لهذاك النبات كيرش خمسه المرات ولا كيداوي اربعه المرات. ودابا الشاطر في الفلاحه يعني الشاطر في الفلاحه هو اللي كيداوي اكبر عدد ديال المرات بحال القمح دابا ولاو كيداويو ثلاث مرات هذا هو الشاطر في الفلاحه. اما الفلاح داك الفلاح المتخلف الفلاح اللي كينتج القمح بدون مبيدات ما شاء الله. والسنه الماضيه كنت انا وبعض الفلاحه في المنطقه ديال الكاره وديال ولاد سعيد نتجنا قمح بدون مبيدات نقص المنتوج ديالنا بواحد خمسه القنطارات في الهكتار ولكن كان عندنا منتوج بدون مبيدات بدون اي مشكل بدون اي مشكل جينا الناس نقاو الربع وداو واحد الطريف ديال الفلوس لولادهم ياكلوه. فهذا هو علم الاجتماع خاص يبقاو هاد الناس اللي كيحيدوا الربيع ويحصدوا ويخدموا في الحقول المسائل هادي لان هاد اليد العامله اللي كتخدم في الحقول هي يد عامله نافعه على وجهتين نافعه كتخدم البلاد ونافعه في داك الفلوس كتكون بالدرهم كنتبادلوا مع بعضياتنا كنخلصوا بعضياتنا بالدرهم. ملي كيجي يخدم في المدينه كيصير النص كيخلي ولادو في الباديه وكيجي يخدم مثلا في ورشات البناء ولا شيء كيصير 60% وكيدير لهم 40% وكيمشي عند المريض يلا كيبقى عندهم السبت والحد ولا شي حاجه كيدوزوا غير في النوم ومن بعد كيجي فكنكونوا خاسرين على كل الاصعده على الاصعده الماليه ولا على العمل ولا شيء. كاين اللي غادي يخدم في ورشات البناء في المدينه كاينش مشكل ماشي بالضروره نجيبوا الناس من الباديه. فهاد الحساسيه هاد النوع الحساسيه ليس هناك حرفه الان مالها ما عندهمش حساسيه. البناؤون عندهم واحد الماده كتكون في الاسمنت وعندهم مواد كتكون في الجبس ومواد لهذوك بحال دوك الزلايجيه بحال الناس اللي كيديروا لا موزيك هذيك اللي كيصايبوا يعني الارضيات ديال العمارات ولا ديال الديور كاين مواد تسبب الحساسيه كيشوفوا عنا يديهم ديما طيبين والضفران ديالهم ديما طيبين وكاين حتى نيوفهم المشكل ديال النيوف هنا كاين اللي عنده تكون ديال مسائل خطيره في السينوزيت ديالو. الحرف مثلا اللي قلت عليها لهذه السيده هذه قالت بان هذا التكنيسيان هذا التقني دخل يعدل واحد لاشامبر فرواد واحد هذا الثلاجه فهذا كاين الثلاجه فيها غازات فيها الفريون فيها الامونياك فيها الاردوز فيها علي في هذا الفريون هذا الغازات التبريد هذو الى مشات حتى كانت واحد التسرب ضئيل جدا هذا يهلك العليين الغازات كتطلع الاجواء العليا هي كتضرب طبقات الاوزون هي اللي كتضربها ولكن الا مشى حتى كان فيها اثر هي خطيره جدا هاد الفريونات ديال التبريد والامونياك لان اغلب هذوك الثلاجات الكبار كيخدموا بالامونياك عليا الامونياك هو غاز قديم مابقاوش كيخدموا به الصناع ولا عندهم اشياء جديده وكاين بعض المرات لهذوك البلاستيك داخل المكونات البلاستيكيه داخل الثلاجات كيعطيو الديوكسين اكثر من حراره عاديه كيعطيو تركيز ديال الديوكسين اكثر من حراره عاديه وكاين الجو عاد الحراره منخفضه اذا كانت الحراره يعني البروده ديال هذيك الثلاجه هي 4 ولا الا كانت تحت الصفر الا كان كونجيلاتور عليا ما غاداش تكون تحت الصفر ويدخل ليها ولكن الا كانت مثلا 4 حتى 6 درجات وتخلى يبقى فيها واحد المده يعني داك هذاك البروده اللي كتدخل ليه مع نيفو كتصطدم مع داك الاغشيه ديال الانف وديال الفارنكس لارنكس على درجه 36 وهي داخله على درجه 64 يعني غادا تيريتي غادا تعذب هذوك الخلايا ديال المخاطيه وهذيك الخلايا ديال الانف وديال هذا والانسان يتحمل البروده ديال 16 بحال دابا كتشوف مثلا في الاسيسكيمو وفي سيبيريا وهذاك الشيء الناس كيديروا واحد الليتام على نيوفهم كيتلتموا علاش باش ما يدخلش هذاك ديك البروده تدخل هذا لان عليهم وغادا توصل البومون توصل للرئه على هذه هي غادا تسخن عليا ملي غتكون داخلها غادا تسخن ولكن ما غاداش توصل 36 في الرئه فكيكون مشكل يعني هنا كتكون حساسيه لان الجسم معنى الحساسيه الحساسيه هي انفعال الجسم هي رد فعل ديال الجسم اي حاجه اجنبيه هل سيتقبلها ام نعم ولا يتقبل اي شيء الجسم الشوكه الى دقاتك الشوكه كيلوحها
الجسم كيتحمر هذيك البلاصه وكيجيو الخلايا كيقتلوا دوك الميكروبات ومن بعد كيرمي ديك الشوكه الطرف ديال الدجاج الا دخل لك في صبعك كيترمى يعني الجسم هو بنفسه كيرمي جميع الاشياء نعم يدافع ويقاوم وعنده هذا رد فعل هذا مع المرات تكون هذا رد فعل خطيره جدا علاش لان لما كتنفخ هذيك اللودينديوين اللي كتكون مثلا في الفارانكس في القرجوطه ملي كتنفخ كيتخنق الواحد وهذيك الخلايا الداخل هذاك الاغشيه ديال الانف ملي كتكون شي ماده كتاكسيديها كتسبب لها الحساسيه كتنفخ ملي كتنفخ كيضيق التنفس كيبقاش البرد يدخل كيضيق التنفس نهائيا وعلاش الناس كيتخنقوا يمشيو يديروا لهم اكسجين لان هذيك اللحمه كتطلع كتنفخ يعني كما كيشوفوا الناس تا ورديت اللي كتنفخوا لهم وجاههم اللي كتنفخوا لهم شنايفهم اللي هذا هذاك الداخل الا تنفخ الداخل كيولي مشكل ولكن هذه الحساسيه اللي تكلمت عليها اللي الان خصوص بعد لساعات النحل كاين الناس اللي تنفخوا لهم الاعضاء ديالهم مشاو كوما عليا كاين كثير من الاشخاص مشاو كوما علاش لان هذاك الحساسيه ديال النحل هي حساسيه فيها انواع بعض المرات كتجي كيتخنق مره كدير اري ديستوليك مره كدير هيبوتونسيون هذه القضيه ديال نفخ الاعضاء ملي كيتنفخ لا رات والبنكرياس والفوا والليتيريس وداك الشيء عرفتي الليتيريس كياخذ 5 مرات الحجم ديالو كيتنفخ كيتنفخوا الاعضاء يعني حتى الطبيب مثلا في الراديو كيبانوا لي الاعضاء الحجم ديالهم تضرب 3 و4 يعني باش يرجعوا خاص شهر وكثر خاص رجع شهر وخاص يبقى تحت المراقبه العنايه المركزه ويبقى في المستشفى وخاصو ياخذ الكورتيكويد عبر الحقن وخاصو ياخذ اشياء اخرى ماشي غير الكورتيكويد فهنا عاد غادي الاطباء يشوفوا القلب دقات القلب وعاد غادي يشوفوا المسائل الاخرى لان كاين بعض الاعضاء اللي كيضروا ملي كتوقع هذيك توردايت اللي كياكلوا الناس شي حاجه ويحكوا كيبقاو يعالجوا في الجلد ما عارفينش هو ماشي الجلد غير إيريبسيون الجسم كيرمي هذيك المسائل هذا ماشي الجلد هو اللي مشكل الجلد هو الكبد اللي كيتضرر فهذيك الوقت اللي كيكون فيه حساسيه خاصهم يشربوا الماء بكثره ما يوقفوش على شرب الماء شربوا الماء دافئ بكثره الا كان معه بصل مطحون ولا شيح ولا حاجه ولكن من الاحسن ماء غير ماء يعني كافي جدا الا داروا واحد طريه في البصله حمراء يطحنوه مع هذاك الماء ويشربوه يكون احسن لان البصل كيمتص هذوك الالرجينات مع الاسف الشديد كاين اللي كتجي الحساسيه كيشرب الحليب وهذاك خطير خطير نعم. يعني ما خصوش ياخذ بروتينات حيوانيه ملي كيكون عنده الازمه يعني اثناء الازمه ممنوع بروتينات حيوانيه الماء افضل علاش لان لي زانترفيرونس هذوك بعد البيبتيدات وبعد البروتينات اللي كتزيد في نعم كدير بوتونسياسيون كتشجع هذوك الالرجينات كيتزادوا لانهم هما الالرجينات عندهم طبيعه بروتينيه هما نيت هذا فمن الاحسن ما ياخذوش بروتينات حيوانيه ملي يكون ازمه الطفل ملي كيكون عنده ازمه يعطيه فواكه يعطيه ماء يشرب بكثرة يعطيه خضار يعطيه رز يعطيه أي شيء المهم ما يعطيهش المنتوجات الحيوانية أكثر من ذلك يعني غادي نتكلموا في واحد الفقرة كبيرة على هذه المواد الصناعية الآن اللي هي معروفة دوليا وحتى الصانيع كاتب يعني اللي هادوك يعني الصناع اللي كيصنعوا هادوك المضافات الغذائية كيعطي لافيش ديالو اش كيدير وكيعطي الحدود اللي كيتستعمل فيها ماشي عشوائيا إذا ناخذ مكالمة ألو السلام عليكم وعليكم السلام الاسم الكريم محمد عثمان من مدينة طنجة مكالمة من إقليم تطوان أهلا بك محمد عثمان من طنجة تفضل شكرا لك يا دكتور كريم الله يبارك بارك الله فيك الله يخليك مثلا الناس اللي كيصابوا الحساسية في هذا فصل الشتاء وكيتناولوا يعني عصير الليمون بكثرة هذا واش كيأثر عليهم ولا لا نعم الدكتور نعم مفهوم شكرا لك يا ولد الدكتور الكريم وتحيه لكل متشكرين الله يبارك الله فيك شكرا علي مدينه طنجه مع الاسف الشديد هي فيها منتوجات كثيره وخصوص الان ولات يعني منطقه حره علي هي منطقه حره المنتوجات ما خصهمش يدخلوا المغرب هذه منطقه حره عندها قانون ديالها خاص اللي معروف ماشي هذه الشركات يصنعوا باش يصدروا ماشي باش يدخلوا المنتوجات لداخل فهاد المدينة هذه مدينة جميلة جدا والحمد لله أن يعني ما فيهاش نسبة عالية من الأمراض بالمقارنة مع مدينة الدار البيضاء يعني غريب لأن كان من المفروض مدينة طنجة يكون فيها 99.9% ديال الحساسية ولكن ما فيهاش هاد النسبة كاين حساسية مرتفعة في طنجة وتحت في تطوان ولكن ماشي بهاد النسبة هذه يعني تقريبا من منطقة العريش من مولاي بوسلهام يعني حتى الأسفي هذه منطقة فيها حساسية لاكوت هذه كلها فيها الحساسية كتولي كثير الحساسية من القنيطرة والرباط وكاين فرق ما بين الهرهورة والصخيرات بالمقارنة مع الرباط وكاين فرق في الرباط كاين فرق ما بين العكاري وحي المحيط والقزة هذه الوداية ما بين حي الرياض والوداية وحي النهضة هذا
يعني كاين فرق لان هذا لان الشريط ديال الرطوبه هذا الخط ديال الحدود ديال الرطوبه هو دايز من فوق معهد ديال معهد الانكولوجيا سيدي محمد بن عبد الله ودازت من فوق لانستيتي اغرونوميك خرجت السويسي هذا هو الخط ديال ليميديتي يعني من ديك الجهه ما كاينش ليميديتي ومن هنا من جهه المدينه يعني حتى اكدال داخل في المنطقه ديال الرطوبه والناس اللي في حي المحيط وفي العكاري خاصهم يردوا البال مزيان لان هاد الرطوبه عاليه هاد الاحياء هذه غادي يكونوا فيهم حتى المعان ديال المطبخ يصديو لان عندهم رطوبه مرتفعه يعني الاخ علين غادي نصوبوا بعد واحد يعني المعلومه هي ان بعد عصير الليمون ما كيتشربش في الحال بارد لا بالعكس ما كيتشربش في الحال سخون كيتشرب دابا في الحال بارد والناس الان بالعكس خاصهم يكثروا من شرب العصير ولا من استهلاك الليمون البرتقال لان البرتقال فيه الليمونين وفيه الفيتامين سي هو كيسخن فيه سكريات وفيه فيتامين سي الفيتامين سي من الاشياء اللي كتسخن الجسم وهو كيتستهلك في الحال بارد رغم ان الناس كيبغيو الليمون في الحال سخون هو خطا ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا البرتقال في الوقت ديالو والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون يعني الله سبحانه وتعالى شيء موزون في الزمان وفي المكان يعني كاين مناطق الله سبحانه وتعالى ما خلقش فين بعض المواد من اللي بداو كيستوردوها اصيبوا بامراض منطقه الخليج مثلا منطقه الخليج يجب ان لا يستهلكوا لحوم صناعيه لحوم يعني منتوجه بالتقنيات الحديثه بحال الدواجين بحال هذيك الديك الرومي والدجاج وحتى الاغنام الان اللي كيجيبوها وحتى الابقار دابا بداو كيستوروا حتى الاجبان الان ولاو كيستهلكوا اجبان ولا كيستهلكوا الايس كريم بكثره في هذه الدول الخليج من اللي استوردوا بكثره هذه اللحوم بحكم الدخل ديالهم مرتفع طبعا هي دول غنيه غادا تستورد كل شيء فهذه المنطقه الله سبحانه وتعالى يعني ما خصش الناس يكثروا فيها الاكل وما خصهمش يكثروا اي اكل لان جوها ثقيل وما فيهاش مغناطيس يعني وجو ديالها حار وجاف يعني ما كيحتاجوش بعض المكونات اللي خص الناس يستهلكوها ما كاينش ليمون ما كاينش ليمون في العربيه السعوديه ما كاينش برتقال في العربيه السعوديه الناس الان كيستهلكوا عصير البرتقال الصناعي اكثر ما كيستهلكوا الدول مثلا المنتجه بحال البرازيل وبحال المغرب حتى المغرب ما كيستهلكش كميه كبيره ديال 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 ديال, ديال, ديال البرتقال فهاد مع الاسف الشديد وهاد المناطق هادوم اللي بداو كياكلوا الاكل اللي ما خلقش الله في هاد المنطقه يعني بداو يسبب امراض دابا السمنه والحساسيه الان والسكري والسرطانات اللي كاينين في الحساسيه هما تقريبا نفس النسبه اللي كاينه في الغرب لماذا لانهم يستهلكون نفس المنتوجات نفس المواد هذيك الاخت بعد نكملوا السؤال ديال الاخت ديالنا من طنجه الناس ديال طنجه فقط احتاطوا من المواد الصناعيه وخصوصا المواد الصناعيه اللي داخله المستورده ماشي بالطريقه القانونيه من الاحسن مهربة. نعم من الاحسن علاش انها كتكون فايته التاريخ ديالها وكاين منتوجات اللي مصنوعين خصيصا لافريقيا الشماليه ما كيتستهلكوش في اوروبا هذه فمن الاحسن يحتاطوا من هذه المواد واذا ما قدروش على الاقل الاطفال الصغار ما ياخذوهاش ما نقتلوش ولادنا على الاقل الاطفال الصغار ما ياخذوهاش ثم يحيدوا من بحال الاخت السعديه الله يجازيها بخير خاص المستمعين ديالنا الجاليه العربيه كلها ماشي غير المغرب الجاليه العربيه كلها اللي الان كتعيش في الدول الغربيه يعني الولايات المتحده وكندا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا وما الى ذلك العرب اللي كيخدموا في هذه الدول خاصهم يسحبوا من دماغهم انهم في دول متقدمه راه اللي قالوها لهم كاينه خصهم يحيدوا هذا الفكر هذا بانهم الان هذه الدول هذه ليس لديها هذه النصائح اللي كنعطيو حنا في المغرب ليس لديها هذه النصائح هذه علاش لان عندهم هما تقريبا المستهلك يعيش على الصناعه تقريبا 100% انا كنشوف الناس ما كيشعلوش الغاز في ديورهم في باريس انا عشت في كليرمون فيران في باريس وكنا في سان جيرمون لي هاد الاخت تكلمت على منطقه هي كلها باريس يعني فالدومار يعني من فالدومار حتى الجوي اونجوزاس حتى الكرينيا وسان جيرمون ولا ومن جهه اخرى هذا كله باريس لان باريس الان ولات في 48 كيلومتر ديال القطر ديالهم مابقاش مدينه هو ولا دوله هذا فالناس اللي كيجيو دابا من جوي اونجوزاس يخدموا في باريس يعني بحال قلتي جايين من بوزنيقه وخدامين في الرباط وابعد يعني بحال دابا القطر مثلا ديال الدار البيضاء والرباط دابا شاده باري دابا اللي ساكن في الدار البيضاء مع ساكن في الرباط يقول لي فين انت في الدار البيضاء تقول لي في الرباط يعني مدن متباعده ولكن في باريس غير ما كيردوش البال تيقول لي في جوزاس من جوي اون جوزاس ويطلع حتى لونور دو باري حتى الخرجه ديال لوطورو ديال الليل يعني غادي يضرب 50 كيلومتر هي اللي كاينه ما بين المحمديه والرباط فهاد المهاجرين ديالنا يحاولوا الاطفال ديالهم ما يعطيوهمش كثره مشتقات الحليب ويحاولوا ما يعطيوهمش كثره النقانق ما يقيسوش النقانق نهائيا يحاولوا النقانق ما يعطيوهمش لاولادهم نهائيا
ويحاولوا ما يعطيوش لولادهم البيض في هذه الدول، في فرنسا وفي بلجيكا وفي ألمانيا وفي هولندا، ما يعطيوش الأطفال البيض نهائيا، لأن الطرق ديال الإنتاج تما وهذه المسائل ولو أنها مراقبة. ولكن بالنسبة للحساسية، بالنسبة للحساسية من الأحسن الأطفال ياخذوا حبوب، ياخذوا قطاني، وياخذوا لحوم أخرى ولا أشياء. لأن اللحوم، لأن علاش هاد الأخت السعدية قالت لك واحد السيدة عندها حساسية للغنم، لأن الغنم ما كيسرحش في أوروبا، الغنم ما كيسرحش، هو كيتسمن بنفس الطريقة اللي كيتسمن بها الخنزير، نفس الطريقة، وعنده مركزات ومحبوس في الإسطبلات. فطبعا هذيك المنتوجات هي اللي كيكون حساسية للمنتوجات التي ينتج عليها هاد الأشياء. فمن الأحسن هاد الجالية ديالنا يردوا البال الأطفال ديالهم، مثلا هذوك الكانيطات ديال الألمنيوم وديال التيتان والبابي ألمنيوم، هذاك الفويل ألمنيوم فويل، هادو يعني الورق ديال الألمنيوم، ويحاولوا ما أمكن ما يشريوش لهم أشياء مطبوخة، يحاولوا يطيبوا لهم في الديور، لأن جميع الأشياء اللي مطبوخة فيها مكونات اللي غنعطيهم اللائحة يعني في الحلقة الأخرى، غادي نديروا حلقة أخرى باش نزيدوا ندقوا في المواد الصناعية. علاش؟ لأن المواد الصناعية هي المكون اللي كيشكل حساسية تقريبا من 70 ما بين 60 حتى 70% من غير المسائل الطبيعية، ولو أن ليس هناك الآن شيء طبيعي، لأن مع المبيدات مع الديوكسينات مع المسائل ليس هناك شيء طبيعي. إذن شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمة، خصوصا في حلقة هذا الأسبوع. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.